إلي شاب لبناني علموا الحجر الصحي والتسكير العام بسبب كورونا، وكمان علموا الوضع المالي المتأزم بلبنان على أنه النق والتفرج على تطبيقات سعر صرف الدولار والتحسر على عز الـ1005 ما بيأمن التقدم بالحياة، فقرر أنه يحول مطبخه لمصنع صغير ومن وسائل تواصل اجتماعي شركة تسويق. فكانت فكرته حلوة بطعمة الحلويات، وقرر أنه تكون سنة 2022 بداية. على شفيه توجهنا لننهي نحس 2021 بقصة تفاؤل. بلشت أنا بفكرة فود بلوجينج، بلش أعمل ريفيو مطاعم هيك شوي شوي، بعدين قلت بلش أعمل ريسيبيز أنا، صرت أنا بطبخ نزل ريسيبيز حلو كيكس ديزرت، والعالم صارت تحب اللي أنا عم بعمله وبدها تدوق اللي عم بعمله. فشجعوني رفقاتي أهلي أختي وقالوا لي إنه ليش ما بلش بيها أنا، عم طور حالي أكتر وأكتر، أطلع على إيفنتس كيترينجز، استلم هيك ديزرتس شوي شوي من قريبه. إذا الواحد بده ينق بضل قاعد مطرحه مش حيتحرك، كمان شخص واحد يعمل بوش صغير بحاله اتليست بيطور حاله بشي طريقة، ما فيك ضل ينق 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 ينق، كلنا بننق أكيد، بس إنه يا الواحد بيشتغل بيطور حاله بيطور اسمه بيطور مستقبله لبعدين، يا حدا عم بينق. كلنا عارفين إنه في أزمة وفي كل هالشغلة، بس بالنهاية شو ما بدنا نعيش، ما بدنا نطور الشيء اللي عم نعمله. بعمل كوكيز، كوكي براونيز، هي على شكل كوكيز فيها براونيز كمان ميكس. بعمل كيكس من جميع اورنج شوكليت ليمون، بعمل عن جديد بلشت اعمل كيك خطبه اعراس شوي هيك من قريب، مش على ما قد انا بقدر اعمله بعمله. شو يلي بتمح له الي بالسنين القادمه، وهل رح يبقى بلبنان؟ رايح اخر هالصيفيه على فرنسا تا ادرس لفتره، برجع بشتغل برجع لهون وبفتح مطعم يا زلمه. اكيد انا ما بقدر. الحياه ما بتحتمل الضعفاء، هي لاقوياء النفوس والاراده. الوصفه للنجاح بالحياه بيتالف من كوب من الاراده، كوب من العمل الشاق، ملعقه من الطموح، عليهم رشه سعاده، والف صحتين.